بداية حضرتك طبيب بيطري مرموق تخرجت في جامعة الأسكندرية، عايز أسمع الحكاية بقى، الفكرة ده جالك منين؟ الفكرة جالي بأن أنا بعد التخرج اشتغلت في مجال الدعاية البشري لفترة حوالي 8 سنوات. دعاية الأدوية بشرية؟ الأدوية بشرية مع شركات مرموقة وليها اسمها، فكنا بنشوف دايماً الصيدليات البشري يعني ليها مستوى معين. حسيت بالغيرة؟ طبعاً في المقابل الصيدليات البيطرية ما فيش بيها أي اهتمام، وللأسف أكتر من نص الصيدليات البيطرية في مصر ما لهاش أي علاقة بالأطباء البيطريين. ومن هنا قررت أن أنا أعمل حاجة مشابهة، ان احنا طبعا ننفذ فكره مجموعه او سلسله من الصيدليات. حلمنا ان احنا نحاول نغطي كل مراكز البحيره، زي ما حضرتك عارف مربين الدواجن مش بيبقى عنده عنبر واحد، يعني ممكن يبقى عنده 3 او 4 او 5 عنابر في اماكن صحيح. متفرقه، فعشان يفضل يدور على الحاجه المطلوبه للمزرعه بتاعته الموضوع متعب، بالذات ان احنا عندنا جزئيه بتبقى موجوده ساعات الاصابات وهي التحصين الاضطراري، هو عايز تحصينها دلوقتي. ايه الخدمات اللي حضرتك بتقدمها للمربين سواء للدواجن أو الثروة الحيوانية من خلال مركز مصر؟ إحنا بنقدم للمربي الأدوية البيطرية، اللقاحات، مستلزمات المزارع، بنتعامل مع كبرى شركات الكتاكيت في مصر. ونقطة التحصينات حابب أكد عليها، لأن زي ما حضرتك عارف التحصينات دي هي عبارة عن فيروس، في منها الحي والميت، وليها شروط معينة للحفظ وليها شروط معينة أنها تطلع من الشركة للصيدلية وبعد كده للمزرعة. الأسلوب الأمثل اللي لقيناه أن احنا نتعامل مع الشركات مباشرة، حتى لو لقينا فرق سعر وبعض المربين يقولوا علينا أنتوا بتبيعوا التحصينات أغلى من باقي الصيدليات، ولكن أحب أقول أن هو الموضوع في التحصينات مش موضوع سعر، في تحصينات سعر الأنبول فيها بيتجاوز 1000 جنيه. صحيح. لو التحصينة دي لا قدر الله اتنقلت بين موزعين بطريقة خاطئة، فأنت كأنك ما حطيتش حاجة، أنت رميت فلوسك على الأرض. الأدوية اللي موجودة دي كلها مستوردة ومحلية، وكلها خاصة سواء بالثروة الحيوانية أو بالثروة الداجنة. مظبوط. تشخيص ليها، هل بتستنى روشتة الدكتور بيطري بيجي يقول كذا، ولا ممكن المربي يجي لك يقول لك أنا شايف أعراض كذا فحضرتك تساعده على طول مباشرة؟ هو في مربي بيتابع مع المشرف من دي وان، إن هو يوم ما بينزل الكتاكيت بياخد عينة ويعمل الاختبارات المطلوبة، وطبعا هو ده الصح. احنا لازم من عمر يوم نعرف الكتكوت بتاعنا محتاج ايه، فالمربي اللي ماشي بالطريقة دي احنا بنوفر له احتياجاته، بيبقى فيه طبعا متابعة مع المربي ومع المشرف على المزرعة، بحيث ان احنا الكتكوت كل حاجة محتاجاها من اول يوم لغاية ما تطلع من المزرعة نكون موفرينها للمربي. معنى كلمة مركز مصر ان انا ممكن اخد من هنا في اول دورتي الكتكوت بتاعي، اخد ارشادات كامله على التربيه. مظبوط. الامراض اللي موجوده هنتقيها ازاي او نتفاداها ازاي، كل احتياجاتي من اضافات الاعلاف، صح كده؟ مظبوط. ايه تاني يا دكتور؟ كل الادويه اللي انا محتاجها تنصحني اخدها بالكامل كل هذه الاحتياجات، ولا اجي على مراحل اخدها؟ لا، هو المربي بيجي لنا تقريبا ممكن في الاسبوع مرتين، يعني هي الدوره بتقعد من 35 ل 40 يوم، فكل اسبوع بيبقى محتاج ان هو يطمن على القطيع بتاعه وعلى حسب احتياجاته بيصرف الدواء المطلوب. هل الادويه دي سهل انه يحفظها عنده في المزرعه، مفيش اي مشاكل فيها؟ موضوع الحفظ هو خاص بالتحصينات اكتر. انما الادويه بيبقى الموضوع اسهل بكتير. طب دكتور، احنا بنعاني دايما من الادويه المضروبه اللي معمولة تحت بير السلم، دي مشكلة كبيرة جدا. مع احترام الشديد، الدكتور أحمد الحداد كيف يسمح بدخول دواء إلى الصيدلية اللي هو بيديرها أو المركز اللي بيديره؟ احنا طبعا بالنسبة للنقطة دي الدواء المشهور واللي بيبيع فعلا لأن الناس عارفاه وواثقة فيه للأسف هو أكتر دواء بينضرب. صحيح. من ضمن الأمثلة المشهورة واللي كانت عاملة ضجة خلال السنة اللي فاتت هو منتج اسمه الأميجا سول لشركة أبو النجا. المنتج ده نتائجه ممتازة جدا، طبعا بعد كده بدأ يظهر المنتج ما بيجيبش نتيجة. تواصلنا مع الشركة قلنا لهم يا جماعة في مشكلة، بعتولنا الفرق بين السليم واللي مش سليم، وبدأنا نوعي المربين ونبعت مسج على الواتساب نوريه الفرق بين العلبة السليمة والعلبة اللي مش سليمة. يعني ايه شروط حضرتك لعرض منتج زي ده مثلا؟ لو هو مستورد يكون موجود الافراج الجمركي بتاعه ويكون فيه الاوراق بتاعته كلها كامله. بالنسبه للمنتجات المحليه لازم التسجيلات، لو مضادات حيويه تبقى تسجيلات وزاره الصحه، لو اضافات تبقى تسجيلات وزاره الزراعه. اضافات الاعلاف يا دكتور لم تستثنى من قرار البنك المركزي حتى اليوم، هل ده رفع السعر؟ والله احنا عندنا مشكله تانية حتى قبل المشاكل الموجوده في الصناعه ما تزيد، احنا بنلاحظ ان الادويه البيطريه تقريبا بتزيد كل سنه. ما نعرفش ليه، يعني اوكي خامات تزيد سعر الدواء يزيد ده مقبول، انما كل سنه في بتنزل لسته بالاسعار جديده غير لسته السنه اللي فاتت، وضع مش مفهوم.